في انطلاق هذا اليوم الثاني والخاص بتمهيد المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. البداية الأولى التي تعلن انطلاقة سباقات الهجن على أرضية هذا الميدان. نرحب بكل مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام عبر قناة دبي ريسينج وأيضا المتابعين معنا عبر قناة ياس، كذلك الترحيب بكل الحضور الكريم على أرضية هذا الميدان لتبدأ المنافسة في ثاني الأيام هنا في كل آمال الناموس التي تبدأ بها انطلاقات رياضتنا العربية الأصيلة على تحفة ميادين السباقات. على بركة الله ينطلق الشوط الأول وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل في هذا الاندفاع القوي والمثير والذي تنطلق من خلاله بداية الاستعدادات الأولى ليبدأ التنافس القوي والتنافس المثير على أرضية هذا الميدان. نذهب إلى المقدمة نتابع البداية الأولى والصمود راشد بن محمد بن مطر الشيبالي تفتتح المقدمة والصدارة والمركز الأول، بينما على المركز الثاني هناك ضبة في المركز الثاني سعيد بن حمد بن مبارك المهيري انتقل للمركز الثالث. أتابع المركز الثالث وجود سمحة مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبح المنصوري، بينما المركز الرابع اليافل سعيد بن حمد بن سيد بن محمد العامري، خامسا انطلاقة إلى شواهين سعيد بن علي بسم المنصوري. والمركز السادس بدأ ظهور الكبار وانطلاقات غنايم محمد بن عبيد الضبيعة الاجتبي. والمركز السابع عودة إلى جبارة سعيد بن خليفة رشيد السويدي. أما المركز الثامن في هذا المسار وفي هذا التحدي تعود معز منصور بن محمد بن دحروي العامري، انتقل للمركز التاسع في لحظات الانطلاق الأول والذيبة سلطان بن حمود بن تركي بن غاشم الاجتبي. والمركز العاشر هناك دخول من جبارة خميس بن أحمد بن قنون الفلاسي. هذه أسماؤنا الأولى بدايتنا الأولى. يا من تريد أيضا الناموس، يا من تحتفل ببداية موسم جديد هنا منتصف المسافة 2 كيلو الأولى التي تبدأ بها انطلاقتنا لمسافة 4 كيلومترات، وما سينطلق أيضا من خلال مناوشات سنشهدها بعد لحظات من الوصول إلى نقطة الصفر والنهاية. هنا إلى المقدمة العودة إلى الصدارة وسمح مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري هي التي تتصدر مع مقدمة الشوط، تليها في المركز الثاني هي سعيد اليافل سعيد بن حمد بن سيف العامري، بينما المركز الثالث يا سلام يا سلام سعيد بن حمد بن مبارك المهيري مع ضبع المركز الثالث، وهناك على المركز الرابع غنائي محمد بن عبيد بالضبيع، بينما المركز الخامس لا تزال الأمور كما هي شواهين سعيد بن علي بسم المنصوري. وهنا بن مفتاح أتوقع شعار بن مفتاح سلود محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي في المركز السادس، وسابعا على الجانب الآخر هي جبارة خميس بن أحمد بن قنون الفلاسي، بينما المركز الثامن يا سلام على الذيبة صقر بسيب بن محمد بن حمدان المنصوري. والمركز التاسع نعود من خلال هذه اللحظة مع طرب أحمد بن خليفة رشيد السويدي، وأقول للجميع 1200 سلام البداية الأولى. الله 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 الله، نشوف المركز العاشر، نكمل أيضا المركز العاشر مع الذيبة سلطان بن حمودة بن غاشم الاجتبي. نشوف الدخول هنا مع هذه الانطلاقة مع هذا المسار إلى مقدمة الشوط. بدينا مع اللحظات الأولى والكيلومتر الأخير، شوف هذا المنعطف المنعطف والمنحنى النهائي إلى خط النهاية في مسار البداية الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام، الإشارة بمفتاح مع المقدمة والصدارة والانطلاقة الأولى التي تبدأ سلهود محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي وضبع فالمنافسة سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، منافسة ثنائية بن مفتاح ما شاء الله
حامل مفاتيح الناموس في هذا الانطلاق، وضبة في المركز الثاني في انطلاق قوي وتنافس من خلال هذه اللحظة. شوف 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 تنافسنا، يا سلام يا سلام، الكل يحاول، ضبة تحاول أن تبقى في المركز، ولكن بمفتاح أيضا صامد مع هذه البداية مع سلود محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. تغييرات النهاية هنا، يا سلام يا سلام يا سلام، محمد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. نقول السلام عيناوي، السلام يا اهل العين، دار الزين، صباحكم فلنا مع تمهيد المرموم. ما يقبل بمفتاح، ما يقبل، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سلهود سلهود سلهود، الرصيد سيارتين ما شاء الله وتبارك الله، سلام له الجاخر سلام. اذا هنا مع البداية والنهاية الأولى نعود مباشرة من خلال هذا الانطلاق، محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع سلود في المركز الأول، المركز الثاني ضبة للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، والمركز الثالث خميس بن أحمد بن قنون الفلاسي في المركز الثالث، وفي المراكز الباقية أيضا قادمة بقوة من خلال الانطلاق. ما شاء الله، يمكن نحن بدينا مع البداية الأولى التنافس. الله 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 الله، يا من تتابع، يا من تراقب، يا من أيضا تقدم جديدك في هذه الانطلاقة وفي هذا الصباح المثير. الله، هي المقدمة، هي سلهودة سلالة هنا أيضا قادمة بقوة صوغانية متميزة في هذه الانطلاقة. 6 دقائق 4 ثواني، 4 من الأجزاء من الثاني. تهانينا سيد محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي أيضا على هذه الانطلاقة الأولى، بينما ضبة في المركز الثاني ما قصرت سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. 6 دقائق 4 ثواني، 9 من الأجزاء من الثانية، والمركز الثالث كان وجود هناك الانطلاق القادم الذي يحمل ايضا هذه البدايه وهي جباره. خميس بن احمد بن قنون الفلاسي، يا سلام يا سلام ابو احمد، من خلال المسار والتحدي والاثاره على ارضيه هذا الميدان، يستعد شوط جديد ونتابع ايضا المركز الثالث. 6 دقائق